كباري مصر، كباري مصر التاريخية. عندنا تحف في مصر ده، بادئين بكوبري قصر النيل اهو. يلا مصر طبعا بتعتبر من اكبر واقدم الدول اللي اتبنت فيها كباري بتربط بين ضفتين، وكمان كباري معدنيه. في اكتر من 425 كوبري معدني في مصر، هنشوف بعضها النهارده ما بين القاهره وما بين مدن اخرى. كوبري قصر النيل تم بناؤه في عهد الخديوي اسماعيل سنه 1872. الخديوي اسماعيل بنى كوبري قصر النيل عشان يربط جزيرة الزمالك بميدان الإسماعيلية اللي بنسميه دلوقتي ميدان التحرير. الكوبري ده أساس بناؤه، والهدف الرئيسي كان من بناؤه هو إن يتعمر أو تعمير الجزر اللي موجودة في النيل. والكوبري طبعاً في الوقت ده حبوا إن هم يشوفوا درجة تحمله، فمشوا عليه أكتر من طابية للجيش عشان يشوفوا قوة ومتانة الكوبري. الكوبري ده محمي بأربع أسود، في أربع تماثيل لأسود موجودة على جانبين الكوبري. الكوبري ده بعد فترة تم تجديده سنة 1933 على يد الملك فؤاد الأول، لأن الكوبري ما كانش يتحمل حجم الحركة بين جزيرة الزمالك ومحافظة الجيزة ومحافظة القاهرة. الكوبري ده كنا بنسميه كوبري قصر النيل لأن كان في قصر لأحد الأميرات أو أحد أميرات العائلة المالكة موجود بالقرب من الكوبري في جزيرة الزمالك. كوبري قصر النيل بيعتبر أقدم كوبري وأول كوبري اتبنى في مصر، بيربط بين الضفتين، الضفة الغربية والضفة الشرقية، وبينهم جزيرة الزمالك. احنا على كوبري الجلاء اللي كان اسمه قبل ثورة 52، ثورة الاستقلال، كوبري الإنجليز. الكوبري ده بنسميه كوبري الإنجليز لأنه كان بيربط بين جزيرة الزمالك ومعسكرات الإنجليز اللي كانت موجودة في الجيزة ومنطقة الدقي في الوقت ده. الكوبري اتغير اسمه بعد كده لاسم بديعة مصابني، لأن الراقصة المعروفة في الوقت ده بديعة مصابني كان عندها كازينو على يمين الكوبري. الكوبري ده كوبري معدني من أجمل وأقدم الكباري اللي موجودة في مصر، تم إنشاؤه على يد أحد المهندسين الإنجليز. كوبري امبابة من الكباري اللي اتبنت في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892. الكوبري ده بيعتبر تحفة فنية لأنه بينسب للمدرسة الكلاسيكية الهندسية في الوقت ده اللي كانت مهتمية بيها أوروبا بعد الثورة الصناعية، خصوصا في فن العمارة وفن الهندسة في الوقت ده. كباري اللي زي الكوبري ده هناك في أوروبا على أنه مكان للمنارة الثقافية، مكان للندوات الثقافية، ومكان للمعارض التشكيلية خصوصا للفنانين. كوبري بنها من أشهر معالم مدينة بنها. الكوبري ده اتبنى أيام الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1913، وتم تجديده أيام الملك فؤاد الأول سنة 1933. الكوبري ده طبعاً كان بيصل بين ضفتي النيل، وكان مهم جداً لأنه كان بيعتبر معبر للمحاصيل الزراعية من وإلى بنها. كباري مصر بتحكي حكايات مهمة ومؤثرة عن حقبة من أهم الحقب التاريخية في تاريخ مصر. ملامحها موجودة في شوارع القاهرة، خصوصاً في شوارع وسط البلد، وطبعاً الملامح اللي موجودة في كباري مصر. شكراً للزميل أحمد السيد، طبعاً مرشد سياحي صديقنا أحمد حسن بيعمل لنا حاجات حلوة جداً. كباري دي كانت جميلة جداً، كانوا المصريين يسموا كوبري جلاء كوبري بديع عشان أنت تعدي الكوبري تلاقي بقى إيه، كازينو بديع، مطرح الأوتيل الكبير اللي موجود بعد الكوبري. كان ده بقى طالع في عباقرة الفنانين في كوبري بديع، يعني كل الفنانين الكبار، ويمكن ده ظهر في أحد المسلسلات، مش كلهم يعني، في جزء كبير من الفنانين تلمز على إيد بديع مصابني عليه رحمة الله. طيب